ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، النسك المشهور أنه الذبح، ويطلق النسك ويراد به الحج، نسك الحج، بل العبادات كلها نسك، وإذا قال للعابد الناسك، لكن هنا المراد بالنسك الذبح. وصلاتي ونسكي لله مثل قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، أي الصلاة والنحر اللي هو النسك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله، أو لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عبادة، وإذا قال أهل العلم الذبح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، الذبح إسالة الدم، إسالة الدم يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. في أمور خمسة: في العقيقة، وفي الهدي، وفي الكفارة، وفي النذر، وفي الأضحية. هذه يتقرب إلى الله بإسالة الدم عندما يذبح هذه النسيكة أو الذبيحة. نعم.